علاش عملت الخطوه هذه؟ الخطوه هذه التصعيد اللي حكينا عليه عنده في مده فاتت في مده 48 ساعه اللي حكينا فيها. الخطوه هذه التصعيد باش الحكومه تتفت علينا وتحقق لنا الطلب نتاعنا، واللي احنا رانا مازال موصين في سلميه وناكدوا. راهي الفانا كي دخلنا سكرناها، راه سكروها الانجينير بتاع الشركه هذه ترابس، رانا ماناش مخربين، مشينا نحن نشرفوا على عمليه الغلق برك، رانا ما سكرناهاش نحن، سكرها الانجينير بتاعها، رانا مانيش مخربين ولا حد، رانا سلميين نشرفوا على العمليه نتاع الاغلاق برك، ورانا سلميين وان شاء الله الحكومه تتلفت لنا وتطبق لنا ما طلبنا. اكيد ما زلنا متمسكين بعد الخطوه هذه اللي نشوفوا البرنامج شنو هو. اكيد تسكرت هي توا، تسكرت الفانا، ونشكر المعتصمين الكل اللي كانوا هنا دافعوا برواحهم، دافعوا للوطن، ناس لقت قلوبها للكرتوش. قسما بالله نحيي اي كان جا لنا. اول حاجه الخطوه هذه، ومازال بحول الله الخطوه لين يديرونا المطالب نتاعنا، يحدونا المطالب نتاعنا بحول الله. الدخله والرخله قصيناها، الرخ قصيناها يا توانسه، الرخ اليوم قصيناها. تمت سلميه، مسار سلميه مع بحضور الجيش، ولا بس ان شاء الله سلميه دائما سلميه. خليفه بحواش، اليوم بعد الخطوه هذه مازلتوا متمسكين بالاحتجاجات نتاعكم في الداخل؟ اكيد متمسكين بالاحتجاجات نتاعنا، وهذه اول نقطه مهمه اليوم وصلناها في تاريخ تونس. تقريبا اول مره تسكر الفانا نتاع الابار البتروليه في الصحراء التونسيه. تحيه للشباب وتحيه تونس. بالنسبه للمطالب نتاعنا، بالنسبه للمطالب نتاعنا مازلنا متشبثين فيهم طبعا، ومش باش نتراجعوا فيهم، اللي عندي يتحققوا. عندك الخطوه التصعيديه دي لو لا استجابت معناتك مش تراجعوا؟ اكيد لو كانوا استجابوا اللي تفهمنا عليها، اكيد المطالب استجابوا لهم، نتعدوا المرحله اللي بعدها. بعد الخطوه هذه ما زلتوا شو معناتك متمسكين بالطلبات؟ والله تو بعد تسكير الفانا والحمد لله جهود رجال تطاوين فهمتني، اللي مدوا صدورهم للكرتوش بشكل سلمي، والجيش اللي كان متفاهم القضيه والحقوق. ان شاء الله بعد ما تم تسكير الفانا فهمتني، ان شاء الله الحكومه تو تجيب لنا حقوقنا اللي هي فهمتني. احنا مازلنا متمسكين، احنا مادام ما مشيناش نخدموا، مادام ما مشيناش نخدموا فهمتني، المطالب اللي خرجت في اجتماع رماده فهمتني، مادام مازلنا شادين فهمتني في حقوقنا. وتحيه للجيش الوطني وتونس راهي بلادنا الناس الكل. هي صارت الخطوه هذه كخطوه تصعيديه، معناها للضغط على حقوق على الحكومه بغايه الاستجابه لمطالبنا، وهي الشغل الفوري المتولاه والاجتماع اللي صار في معتمديه رماده ب 4500 من غير ما نحكوا في التفاصيل فهمتني ولا. اذا الحكومه تستجيب في هذه اللحظات لمطالبنا فان الانتاج سوف يعود. طارق، ايش هي الخطوه التصعيديه اللي عملناها؟ الخطوه التصعيديه اللي عملناها اللي هي سكرنا الفانا اليوم بامور سلميه، كانت بحضور الجيش الوطني وبحضور المعتصمين. سكرت الفانا اليوم، قسينا الديجونكترات، قسينا الموتارات، قسينا المنبرة زاد قسيناه، دورنا لنوصل لتيج لوطا، ديما بامور سلميه كما حكينا. رانا اعتصامنا دخلناه بامور سلميه، وصلناه بامور سلميه. النقطة التصعيدية هذه خاطر الحكومة مش متلفت قدنا خلاص. لو تستجيب لنا الحكومة والشركات يرجع كل شيء يخدم على روحه. احنا مع الخدمة، احنا طالبين خدمة. معناها خدمونا. يا أخي إلى متى تمطلوا فينا؟ معناها تستنوا في رمضان يوصلنا. معناها حساباتكم غلط. تستنوا في السخانة طيبنا، حساباتكم غلط. تستنوا فينا نقلقوا، حساباتكم غلط. راهو الرخلة. Hey.